السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. دوافع جديده تقف وراء خطوات ميليشيا الحوثي في استحداث انظمه محاسبيه الكترونيه جديده واجراءات رقابه اداريه معقده في اهم المؤسسات الايراديه. هذه الدوافع تتجسد في زياده الايرادات الضخمه التي لا تذهب الى الخزينه العامه وانما لصالح حسابات قاداتها وتمويل اعمالها العسكريه. مصادر إعلامية قالت إن الميليشيا تعكف على تنفيذ إجراءات إدارية وحسابية جديدة للسيطرة التامة على موانئ الحديدة وشركة النفط والمؤسسة العامة للاتصالات والضرائب والجمارك ومختلف الشركات والمؤسسات الإيرادية المملوكة للدولة، إذ تسعى إلى إدارتها بسرية مطلقة لصالحها وإزاحة قادة هذه المؤسسات غير الموالين للانقلاب واستبدال عناصر تابعين للجماعة، مستفيدة مما أسمتها مدونة السلوك الوظيفي التي تمنحها فصل الموظفين بحجة عدم الالتزام بها وتجبر الموظفين على عدم رفض أي ممارسات فساد. إذن كيف يمكن إيقاف هذا العبث بالمال العام؟ وأين دور الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية ثروات البلد؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. تجيد ميليشيا الحوثي ابتكار الطرق والأساليب لنهب المال العام وتحقيق عائدات كبيرة لصالحها. سيطرتها على المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسسات الدولة القائمة ساعدتها على ممارسة الفساد بعد أن عطلت الأجهزة الرقابية. اليوم يجري الحديث عن طريقة جديدة تقوم بها ميليشيا الحوثي، إذ تعكف على تنفيذ إجراءات إدارية وحسابية جديدة للسيطرة التامة على المؤسسات الإيرادية للدولة وإدارتها بسرية مطلقة لصالحها. تقول المعلومات إن الميليشيا استحدثت أنظمة محاسبية إلكترونية جديدة وإجراءات رقابة إدارية معقدة بالتزامن مع إزاحة قادة هذه المؤسسات غير الموالين للإنقلاب واستبدالهم بعناصر تابعين للجماعة استناداً لما تسميها مدونة السلوك الوظيفي. بحسب مصادر إعلامية فإن هذه المؤسسات الإيرادية التي تخضعها الميليشيا لأنظمة جديدة ضمت موانئ البحر الأحمر وشركة النفط وشركة كمران والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسة الاقتصادية والبريد ومصلحتي الضرائب والجمارك وإيرادات أمانة العاصمة. هذه الخطوة سيرافقها عدد من الإجراءات المتمثلة بإنشاء جهاز رقابي مهمته الإشراف على كامل المؤسسات الإيرادية والرقابة على أنشطتها وحركة تحصيل الإيرادات، ويرتبط بزعيم الميليشيا كون هذه الإجراءات تحول المال العام إلى ملكية خاصة. ليست هذه المرة الأولى التي تنتهجها الميليشيا لتوسيع الإيرادات التي تخدم قياداتها وتغذي عملياتها العسكرية، إذ كانت قد عملت على تعديل قانوني الضرائب والزكاة ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف تزيد تداولاتهم التجارية عن 200 مليون ريال في القانون القديم إلى أكثر من 25 ألف مكلف تزيد تداولاتهم التجارية عن 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدل. إذن مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وأرحب بضيفي. سينضم إلينا رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عموم شركة النفط اليمنية السيد عبد الله قائد الهويدي، وسينضم إلينا أيضا الصحفي الاقتصادي وفيق صالح. مرحبا بكما ضيفي. أبدأ مع ضيفي السيد عبد الله قائد الهويدي. سيد عبد الله مساء الخير. سيد عبد الله هل تسمعني؟ نعم، إذن فقدنا الاتصال بضيفنا السيد عبد الله الهويدي، وأرحب بضيفي الصحفي الاقتصادي وفيق صالح. سيد وفيق مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا بك سيد وفيق. تحية لك ولضيوفك الكرام. هذا الأستاذ عبد الله. أنا وفيق معك. وفيق حياك الله وفيق، صوتك متغير اليوم قليلا، لست معتاد على هذه النبرة. إذا مرحبا بك سيد وفيق، ونتساءل ما دوافع ميليشيا الحوثي في استحداث أنظمة محاسبية إلكترونية جديدة لأبرز المؤسسات الإيرادية للدولة؟ أبرز الدوافع هي مضاعفة الإيرادات والموارد العامة لخزينتها في من كافة المؤسسات التي تقع ضمن مناطق سيطرتها.
طبعا هذه الخطوة ليست جديدة، واعتادت ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على المؤسسات رفع وتيرة التحصيل وعملية التحصيل، وسواء بطرق قانونية أو غير قانونية. منذ بعد الحرب جبت ميليشيا الحوثي أو حصلت من المؤسسات المالية والقطاعات الحيوية في مناطق سيطرتها سواء الحكومية أو العامة أو المختلطة أو من الضرائب القطاع الخاص، حصلت مبالغ مضاعفة عما كانت تجني هذه المؤسسات للحكومة قبل عام 2014. ويعود ذلك إلى أن الميليشيا الحوثي استخدمت كافة الوسائل والطرق سواء القانونية أو الغير قانونية والغير المشروعة، كونها لا يهمها من هذا الأمر سوى الجباية ورفع الجباية. وفي المقابل لا تفي بأي التزامات أو أغراض مقابل تحصيل الإيرادات من حيث الإنفاق على الخدمات الأساسية ودفع الرواتب. طبعا عام إثر آخر إيرادات الضرائب للحوثيين ترتفع نسبتها بشكل كبير جدا. الآن أيضا عندما تريد أن تنشئ نظام محاسبي جديد لميناء الحديدة، لأن الأمر هنا أصبح ميناء الميناء مفتوحا بشكل كلي، وأيضا ارتفعت وتيرة الدخل للميناء مع تدفق سفن الوقود بشكل مستمر منذ بدء الهدنة أثناء تشكيل المجلس الرئاسي قبل 8 أشهر. ومنذ ذلك الحين وكافة سفن الوقود تدخل عبر ميناء الحديدة بشكل سلس، وزاد نشاط الميناء بشكل كبير جدا، وبالتالي هي تريد أن تستفيد من هذا النشاط المتزايد للميناء لرفع الإيرادات التي تحصل عليها وتذهب إلى جيوب خاصة في قيادتها، بحيث أنها تحرم الشعب اليمني من الاستفادة منها أو دفع رواتب الموظفين أو الإنفاق على الخدمات. يعني أن الدورة المالية في لدى الحوثيين تسير باتجاه واحد، وليس كما هو متعارف عليه في كافة دول العالم. ما نتعرف عليه أن الدورة المالية هي تحصيل إيرادات مشروعة ثم إنفاق، دفع رواتب الموظفين، إنفاق على تمويل استيراد السلع الأساسية ودعم الوقود والدفع على التعليم، الصحة، مشاريع البنية التحتية، الطرق، المياه، الكهرباء وإلى غيره. لكن هنا ميليشيا الحوثي تسير في اتجاه واحد، تحصيل إيرادات، فرض جبايات وإتاوات مالية، مراكمة للثراء ومراكمة للأرباح دون أن يكون هناك مخرج أو لهذه الأموال أو أن تنفقها على المنافذ المخصصة لها قانونيا. وبالتالي هذا الأمر مهما كان ومهما عملت ميليشيا الحوثي على مراكمة هذه الإيرادات والأرباح والثروات، في الأخير سيؤدي احتلال الدورة المالية وسيعمل على الانفجار الشارع وانفجار الوضع، وبالتالي ستفقد الميليشيا السيطرة على هذه الأوضاع. إذن تكرم بالبقاء معي سيد وفيق. عاد إلينا من جديد ضيفنا رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عموم شركة النفط اليمنية سيد عبد الله قائد الهويدي. سيد عبد الله مساء الخير. مساء النور سعد الله مساءكم جميعا. أهلا بك سيد عبد الله. يعني نتساءل هنا، قامت ميليشيا الحوثي باستحداث أنظمة إدارية ومحاسبية جديدة لمؤسسات الدولة بما فيها شركة النفط، ما الذي تسعى إليها الميليشيا من هذه الإجراءات؟ طبعا أنت تعرف ما هو يعني عمل الميليشيات، وهذه الميليشيات هي قضت على النظام المتبع سواء عن الوظيفة العامة للدولة أو عن المداخل الرئيسية التي تتمون بها البلد من مشتقات نفطية وغيرها، وبذل هذه الجهود كلها من أجل مجهودها الحربي وعدم معالجة أي قضايا مدخل المواطن اليمني، مما تزيد معاناة المواطن اليمني بشكل كبير وغير عادل. ولكن إن العملية يعني متبعة هو لبذل أقصى جهودهم
لمجهودهم الحربي ولدعم قيادتهم الموجودة الذي أصبحوا من الأثرياء في البلد وفرقوا المواطن على حافات من الفقر والمعاناة ولم يدفع لهم لا رواتب ولا التزامات على مستوى الخدمات وتقديمها للمواطن اليمني. هذا كل هذا الحركات والقضاء على الأنظمة المتبعة اللي كانت سواء في الوظيفة العامة أو في إرادة الدولة أو في سواء في المنافذ أو المناطق اللي مسيطرين عليها هو من أجل إيجاد لهم مجهود حربي ودعم قيادتهم من أجل مواصلة الضغط على الشعب اليمني ومعاناته زيادة عن ما كان عليه. نعم. طيب سيد عبد الله، يعني أين دور الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وأيضا حماية ثروات البلاد؟ ما تعرف أنت أن دور الدولة هو مفقود بشكل طبيعي أمام الميليشيات الحوثية وخصوصا في المناطق التي هم مسيطرين عليها بشكل كبير وكيفوا كل القوانين والأنظمة المتبعة في المناطق التي هم مسيطرين عليها غير لها وصول من يد الدولة إلى هذه المناطق. وعملوا بالإخلال بالوظائف على ما قلت لك سابقا، يعني بالوظيفة العامة وإرباط الموظف بما يتبعهم أو حسب مزاجتهم بالوظيفة وقضوا على الأنظمة المتبعة اللي كانت بسيارة سواء الوظيفة العامة أو عن المرافق الذي أصبحوا هم يعني يروحوا إرادتها لصالحهم الخاص. نعم. إذا نبقى معي سيد عبد الله، أعود لضيفي سيد وفيق صالح. ولو تابعنا سيد وفيق، تزامنت هذه الخطوات مع إعلان ميليشيا الحوثي ما تسميها مدونة السلوك الوظيفي، فتساءل هنا، هل تسعى من وراء ذلك إلى إقصاء المعارضين له لإجراءاتها والفساد الذي تمارسه داخل مؤسسات الدولة؟ أعتقد أنها تسعى لإحكام السيطرة وتعزيز قبضتها الأمنية على كافة المؤسسات وعلى كافة القطاعات الحكومية بما فيها من قبل الجانب الموظفين، وبالتالي هي تسعى لضمان أن يكون كافة العاملين والموظفين في هذه القطاعات وفي هذه المؤسسات مدينون أو يدينون لها بالولاء الكامل لكي تضمن مستقبلا عدم حدوث أي حديث أو كشف وسائل الإعلام عن الانتهاكات أو الاختلالات الحاصلة في هذه المؤسسات. فبالتالي هي تشعر عندما يكون كافة الموظفين في المؤسسات تضمن ولاءهم بشكل كامل، ستقوم بأي إجراءات مستقبلية أخرى تعزز من سيطرتها على هذه المؤسسات دون أن يكون هناك حديث لوسائل الإعلام أو للشارع اليمني عما حدث في هذه المؤسسات. طبعا رغم إقرار الحوثيين لمدونة السلوك الوظيفي في مناطق سيطرتهم ورغم أن هناك يتواجد النسبة الأكبر من موظفي الجمهورية اليمنية، إلا أن هذا الأمر أعتقد قوبل باستنكار وسخرية واسعة من قبل الموظفين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع رقاب الموظفين أو الشعب اليمني لكافة معتقداتها ومذاهبها الطائفية أو إجراءاتها المستوردة من النظام الإيراني. الشعب اليمني ما زال يقاوم بكافة الأشكال وبكافة السبل رغم عملية التجريف الواسعة ورغم عملية التجويع الممنهجة للسكان وقطع رواتب الموظفين ووقف الإنفاق على الخدمات وتعمد قطع الطرقات وفرض الجبايات والإتاوات المالية على المواطنين والتجار ووضع العراقيل على الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلا أن رغم ذلك ما زال الشعب اليمني يستيقظ فيها الوعي من إثر آخر ولا يمكن. لكن على ذكر الشعب هنا، هل يمكن للمجتمع أن يسهم في إيقاف هذا العبث وحماية مؤسسات الدولة وثرواتها؟ نعم، ولكن الوضع أعتقد بحاجة إلى مساندة من قبل الحكومة الشرعية، بحاجة إلى مساندة إعلامية بحيث أن هؤلاء يضمنون عدم تضررهم مستقبلا أو أن يبحثون عن
بدائل على سبيل المثال دفع رواتبها من قبل الحكومة الشرعية، بحاجة إلى مساندة من هذا القبيل عندما يكون هناك أي رفض من قبل الموظفين. في كافة المؤسسات وفي كافة القطاعات التي تحاول الميليشيا تكريس رؤيتها أو مذهبها أو مذهب معين يعكس صورة طائفية مستوردة، تجد أو تلقى هناك معارضة واسعة سواء من حيث المشاريع ذات الأبعاد الدينية في المساجد وفي الحفلات المتعلقة بالمولد النبوي أو غيره من المناسبات، تجد هناك رفض شعبي واسع، وهذا يعكس منسوب الوعي لدى الشارع اليمني ولدى الشعب اليمني. نعم. ويمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تدين هؤلاء وتدين هؤلاء بأفكار طائفية مستوردة. نعم، إذن ابقى معي سيد وفيق. أعود لضيفنا سيد عبد الله قائد الهويدي. سيد عبد الله، يعني عمليا كيف يمكن إيقاف هذا العبث بالمال العام؟ سيد عبد الله، هل تسمعني؟ سيد عبد الله، هل تسمعني؟ نعم، إذا سأعود لضيفي وفيق صالح مرة أخرى، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. سيد وفيق، طيب إذا ما يعني نظرنا هنا لدور الحكومة، هل تمتلك الحكومة الشرعية القدرة أو الوسائل التي تمكنها من حماية مؤسسات الدولة وثروات البلاد، بالأخص الواقعة تحت سيطرة هذه الجماعة؟ عمليا وعلى الواقع نجد أن هناك بون شاسع. كلما قلنا ستقوم الحكومة الشرعية بأي خطوات تحد من نفوذ الحوثيين على هذه المؤسسات، نجد أن الوقت يمضي أو أن الحكومة تقوم بتنفيذ إجراءات وخطوات تمكن الميليشيا الحوثي من السيطرة والنفوذ على هذه المؤسسات في مناطق سيطرتها. خلال الثمان السنوات الماضية من الحرب، كافة القطاعات الإرادية والمؤسسات الحيوية تكفيها ميليشيا الحوثي، ويتم رفع كفاءة التحصيل والإيرادات دون أن يكون هناك أي تحركات للحكومة الشرعية في هذا الجانب، سواء في قطاع الاتصالات والإنترنت الذي طالما ضج به الشارع اليمني وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ تحركات جادة لتحرير هذا القطاع من قبضة الحوثيين. نعم. إلا أن مع هذا الضجيج وهذا الجدل في الشارع اليمني والسقف ضد الحكومة الشرعية، تم تعزيز القبضة الحوثية على هذا القطاع من خلال ماذا؟ من خلال تقديم إدخال تقنية الجيل الرابع على شركات الاتصالات والإنترنت، وبالتالي هذا الأمر يساهم في رفع وتيرة الإيرادات لميليشيا الحوثي، وبالتالي أن يعني هذا يعني أن الأوضاع تمضي في استمرار تكريس قبضة الحوثيين ونفوذهم على هذه المؤسسات. نعم. الآن بعد تشكيل المجلس الرئاسي ذهب جيب آخر من الإيرادات وهو ميناء الحديدة. الآن بعد زيادة النشاط فيه والسماح بدخول سفن الوقود وحاويات التجارة، سترتفع وتيرة النشاط التجاري ومناولة الحاويات، وبالتالي سيولد موارد وإيرادات هائلة للميليشيا الحوثي، ستكون هذه في خزائن قيادات الحوثيين ولن يستفيد منها الشعب اليمني بأي حال من الأحوال. من المؤسف أننا نجد هذا الصمت وهذا التقاعس والتخاذل من قبل المجلس الرئاسي والحكومة عما يحدث من للقطاعات الحكومية والمؤسسات من ملشنة ومن نهب للموارد والإيرادات. نعم. دون أن تقوم الحكومة أو تتحرك على الصعيد الدولي أو الصعيد المحلي لتجفيف المنابع الحيوية والاقتصادية والمالية للحوثيين، بل على العكس نجد أن خلال الفترة الماضية حصل تخادم كبير بين قيادات في الحكومة وبين الحوثيين في الإيرادات والقطاعات الاقتصادية سواء في الاتصالات والإنترنت.
أو قطاع النفط واستيراد الوقود. نجد أن الشركات النفطية التي تم إنشائها مؤخرا في صنعاء وفي مناطق سيطرة الحوثيين وهي بالمئات يوجد لديها مكاتب أو فروع في المناطق المحررة، وتعمل هذه الشركات في السوق المحلية بالمناطق المحررة. هذا يعني أن هناك وجود تخادم ووجود تفاهم يفضي إلى سبيل تقاسم الموارد أو دفع نسب مخصصة لقيادات معينة تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري والمالي دون حسيب أو رقيب. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي الاقتصادي سيد وفيق صالح، ونعتذر مشاهدينا بسبب مشكلة في الاتصال لم نستطع الإكمال أو إكمال الحديث، أو ربما كما يقول الزملاء أنه عاد مجددا. سيد عبد الله، هل تسمعني؟ نعم. نعم، مرحبا بك من جديد. ويعني هنا سؤال أخير قبل أن نختم هذه الحلقة، يعني عمليا كيف يمكن إيقاف هذا العبث بالمال العام الذي تمارسه الميليشيا؟ هو ما يجب إيقاف هذا الإيقاف المال العام إلى من خلال يعني توقيف الموارد أو الموارد الذي عندهم، مثل ما يعني إغلاق الموانئ والموانئ اللي توصل إليهم عبر الحكومة أو عبر الأمم المتحدة، بكون هذه الميليشيات يعني ميليشيات أصبحت يعني تضطهد المواطن أو تقاسمه في قوته الضروري اليومي، وبصراحة تكثيف هذه المنابع أو هذه المنابع التي يتحكموا بها على سبيل المواطن من خلال إغلاق المنابت التي يتحصلوا منها الموارد، وهم الآن يعني عملوا على يعني قضاء النظام الأساسي اللي كان يخضع لنظام أساسي للدولة، وحولوا لنظام ميليشيات متبعة لهم أو عناصر ركزوها في الأماكن الذين هم يتبعوها، مثل شركة النفط، مثل المرافق، المؤسسات الخدماتية أو المؤسسات التي لديها إرادة مثل الضرائب وغيرها، وأصبحوا يستوردون هذه المبالغ من هذه المرافق أو هذه المؤسسات لصالحهم وفي زيادة ثروتهم والمجهود الحربي الذي يقوم به ضد المواطن اليمني بشكل عام. نعم، لكن هنا يعني عدم إلزام الحكومة ميليشيا الحوثي بدفع عائدات ميناء الحديدة، يعني هذا الأمر بلا شك أنه يعني دفع هذه الميليشيا إلى التمادي أكثر، وبالتالي السطو على مختلف الإيرادات سواء الموانئ أو غيرها. هو يتوجب على الحكومة أن تضغط قوي عبر القنوات المتبعة سواء عبر الأمم المتحدة أو عبر الدول المانحة أو التحالف من أجل إيقاف هذه الإيرادات والتزامهم بما هو متفق عليه وإعطاء الرواتب للموظفين والعيش الكريم للموظف اليمني، بدل ما تنهب هذه الأموال كلها لصالحهم الخاص ولم تدخل حتى خزانة الدولة، أصبحت يعني صفر من 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 ما من ما من من الإيرادات الموجودة على مستوى الشعب اليمني أو سوى الضرائب وتروح إلى جيوبهم الخاصة. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عموم شركة النفط اليمنية السيد عبد الله قائد الهويدي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، نصل إلى ختام حلقة اليوم. أشكر ضيوفي وأشكركم أنتم على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل نجيب إسماعيل، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.